ممكن تضحك لي بس الغدر كان في الطبع والتطبع لما كانت السيفة وضع القتل فلما اشتد بقى السد ونسيت كلمة لا صاحبك كان عبد القرش والتاني بعني سابني عشان ما بيفتكرش غير نفسه كان بن بن لما اشتغلوا حبسه والمطاف عندي راح وادي لما كنت هرشه مين الجاني الأب اللي رماني سحبني في دنيا تانية ودماغي مسوحاني والفكر ضاع لما تسطر ضاعوا بقى العار شن حرب رعد والبرق خلص عماني فملخص الحوار الأم هي الباية كانت عندي هي الغالية فما روحت في دنيا تانية عشت على انها هترجع المسار بيني وبينه بس الفكرة اللي يعيش عمره ما يحتاج لحد غيره ما كل واحد فينا ليه قصة بتتكلم عنه بس مين يفهم ازاي عنده في منا اللي متعب بس ازاي يتكلم ويعبر ولا يقدر على عنده ما زينا كتير رغم الهموم عشان نطلع ونقول فين المواهب العمر ما حد يقابله زمنه ما عنده ما عنده زمنه ما عنده ما عنده اكتسب ركوب الناس وبالتحديد لما التثبيت ولد ابن الشارع والغريب طرح عليا ان اعمل نفسي بمدينة الترام ضربان بس حاسب النقيب كمان عليه بس ما تقلقش ليه كل اما الفخر يبقى ليك يبقى عليه بس الفرح بيقلق لان اخره بيثبت ان انت في الدنيا مالكش قله ابوك حزنك هنا وكانت المشكلة انك قاعد في بيتكم زي اهل معددة يبقى فين عندي الاشكال لما كله في ايدي من الصباح العسل ايوه خال فكل الصورة هنا كرمت في موضوعه فلما لملم كل حدوده وعمل لنفسه جاب لقوته من منظوره ملكش غيرك يا دراعي فيلا غوره مش محتاج لك ولا عند لك فيلا بسرعة قوله ما كل واحد فينا ليه قصة بتتكلم عنه بس مين يفهم ازاي عنده في منا اللي متعب بس ازاي يتكلم ويعبر ولا يقدر على عنده ما زينا كتير رغم الهموم عشان نطلع ونقول فين المواهب العمر ما حد يقابله زمنه ما عنده ما عنده زمنه ما عنده ما عنده